التعامل مع اللاعبين اللي سبق إصابتهم بالفيروس؟ بتكلم مثلا على لودي، بتكلم مثلا على جاراي، هل أولا دول بيكونوا كونوا مناعات ولا لأ؟ فبالتالي في طريقة تعامل مختلفة بينهم وبين باقي اللاعبين اللي ما تعرضوش لإصابات قبل كده؟ لا، التعامل هو نفسه لهذا السبب ده، انه وقت الواحد ينصاب الفيروس يعني ممكن يصير عنده اعراض طبيه، اما لا، فقط تقريبا 10% من اللي بينصابوا بالفيروس الكورونا فيروس الكوفيد 19 بصير عندهم اعراض طبيه. فهو اللاعب اللي ذكرته انت، لودي او جراي، ما صار عندهم اعراض طبيه، بس كمان لو صار عندهم، فرضيا لو صار عندهم اعراض طبيه وصحوا وعملوا بي سي ار وصار الفحص البي سي ار، يعني الفيروس ما عاد موجود نيجاتيف. بجسمه، نيجاتيف، فهودي بيتعامل معهم بعد بيتعامل معهم بشكل طبيعي، يعني تمام. بيسترجعوا، يعني مثل واحد كان عمل زكام قوي او جرب قريب قوي جدا وبعد مده صح. هلا المناعه موجوده بجسمه، تمام. الانتي بوديز، المضادات الحيويه الموجوده بجسمه، من حيث المبدا هذا شيء ممتاز جدا، لانه هي بتمنعه ينصاب مره اخرى، من حيث المبدا، لانه بعض الدراسات لحد هلا الببليكيشنز مش عارفين انه كميه الانتي بوديز، المضادات الحيويه موجوده جسمه، يمكن تحميه لمده معينه، لمده سنه، 5 سنوات، او كل العمر. يعني بيعامل نفس معاملة باقي اللاعبين، برضو بيتعملوا نفس التحاليل طول الفترة اللي بعد كده. صحيح، لانه مش عارفين اذا الانتي بوديز اللي موجوده جسمه رح تحميه، اما لا. طبعا احنا مش